Today we'll start with our coaching course, level one, organized by Bahrain Basketball Association, supported by FIBA. We have a plan to work on 6 days, including the theoretical and practical sessions. The last day we have the examination and the coaching assessment. The level one course is the part of the coaching development program, and we already have experience. I have the experience in Bahrain last year, where I used to conduct the level two clinic. So I'm not the first time here, and I really want to say that I have a big pleasure to come back to Bahrain, and I have a full respect to the basketball in Bahrain, and I know that basketball is very popular here, and we have many good coaches and the players and the experienced international players. نشكر اتحاد السلة يعني على إتاحة الفرصة لنا كمدربين وطنيين ندخل هالدورات. الدورات طبعا مهمة على أساس إن نكون ملمين بكل كل الجوانب يعني الملمة في كرة السلة طبعا، عرفت؟ والدورة أعتقد يعني إن راح المدربين كل المدربين يعني إحنا كمدربين أوكي assistant coaches وحتى في مدربين definitely راح يستفيدون من هالدورات من خبرات المحاضرين وهالأمور، عرفت؟ فأعتقد يعني راح نستفيد استفادة كبرى يعني من هالدورة إن شاء الله. الصراحة مثل هاي الدورات خلنا نقول تفيد العنصر النسائي لأن عدد قليل موجود، نقدر نساهم له شوي بسيط يعني خلنا نقول حق الفئات الصغيرة أو قاعدين نخوض الحين في الأكاديميات وزارة التربية والتعليم ندرب الفئة الصغار، فلازم تكون على الأقل عندنا خبرة عشان نأدي بمستوى ممتاز. الدورات السابقة اللي شاركتين فيها تشوفين حققين استفادة كبيرة وخلاش تشجعين تشاركين في هالدورات؟ بالعكس أكيد الاستفادة ممتازة يعني اللي خلتني أن أنا أشارك في هاي الدورة بعد.